نفس الوقت عندنا ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة فيها جو متميز إن إحنا ممكن ننتج الغذاء في فين يا جيولوجيين فين الأرض الصالحة للزراعة والمياه الجوفية معناها إن ده يعني جواب جيولوجي معدنية اللي تقدر تعمل تنمي كذا وتعمل كذا فحاجات يعني ممكن جدا ان احنا نستفيد منها اكثر مما هو الواقع الحالي كلية وتماما نعم. يعني تيجي تقول بلاد زي تتعامل مع بلادنا وتنتفع من الثروات بتاعتنا طيب بروفيسور فاروق يعني لكم تجربة المشاركة في العام 1966 في عمليات استكشاف عبر بان امريكا ربما تكون اخرى وارتباطات ايضا اخرى بهذا المجال يعني كيف تقرا البترول العربي من حيث مسيره